كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. جريا على ما تقتضيه العادات والتقاليد وإحياء للموروث القاسمي والذي يبقى من رموزه الوالي صالح سيد قاسم بوعصرية، عاشت على مدى 3 أيام الماضية ساكنة المدينة وغيرها ممن حل إليها من أجل متابعة أجواء الاحتفال القائم بالمناسبة الذي أتتت له أرضية الفرجة ومتابعة مختلف الفقرات المدرجة ضمن برنامج الاحتفال. مناسبة تميزت بعروض فن ثبوريدا وفن الهيطة الشرادي وفقرات أخرى احتضنت فعالياتها الساحة الكبرى بحي الزاوية بحضور جماهيري جاء من كل حدب وصوب من أجل متابعة أجواء الاحتفالات القائمة التي حل معها بالمناسبة عام الإقليم السيد الحبيب ندير ورئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد الحافظ وشخصيات مدنية وعسكرية. عرفت فيها اللحظة ميزة التباري القائم بين الفرسان من أجل التميز، من أجل إبراز قيمة الفرس العربية على العموم والشرادي منه على الخصوص. سكينة المدينة كانت على موعد آخر مع أمسيتين كانت محطتهما ساحة بنزروال التي احتضنت فنانين كبار من قبيل الفنان الأمازيغي عبد العزيز حوزار والفنان يونس البولماني وكذا الفنان الشهير سعيد مسكير الذي هز الخشب بأغانيه الشهيرة وكان الأغنية رميم الآثر بتفاعل كبير من طرف الجمهور القاسمي بتصفيقاته التي ملأت أركان الفضاء. ويعود طبع الاحتفال بالموسم السنوي للولي صالح سيد قاسم بوعصرية على مر سنين وفيها لازالت العادات والتقاليد تبصم نفسها بين أجواء الفرجة والتصوف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.